أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. نناقش اليوم تصاعد التوتر بين أذربيجان وإيران، خصوصا بعد مهاجمة مسلح إيراني سفارة باكو في طهران، وتوقيف أذربيجان 39 شخصا ضمن شبكة تجسس إيرانية. ونسأل: ما خلفية التوتر في العلاقات بين البلدين؟ وما أبعاد وتداعيات توقيف أذربيجان العشرات ضمن شبكة صنفتها على أنها شبكة تجسس إيرانية؟ وما هي رؤية كل من باكو وطهران لأهمية العلاقات المتبادلة بينهما؟ وهل تدخل العلاقات بين البلدين مرحلة حرجة؟ لسيما أن الموقوفين متهمون بالمشاركة في أنشطة انفصالية. وما هي حدود هذا التوتر؟ وهل يخضع لمنطق المفاجآت كما في الحالة الروسية الأوكرانية؟ هذه الأسئلة وغيرها سأناقشها مع ضيفي من باكو، رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان في أذربيجان الدكتور أحمد شهيدوف، ومن طهران الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أرحب بضيفي وأبدأ معك دكتور أحمد من باكو. يعني أكثر من حدث مؤثر في العلاقات الإيرانية الأذربيجانية خلال أسبوع واحد، لو بدأنا بحادث الهجوم على السفارة الأذربيجانية في باكو في طهران عفوا، والذي أدى إلى قتل مسؤول الأمن فيها. بالنسبة لباكو، هل أغلق هذا الملف لا سيما بعد اعتقال المشتبه به وإقالة طهران لمدير أمن العاصمة طهران؟ تشكر محمد، شكرا جزيلا السيد محمد، وأنا أحييكم من مدينة باكو الأذربيجانية. طبعا هذا الملف لم يغلق لأنه حقيقة هجوما إرهابيا خلف الكثير من ردود الأفعال في الداخل الأذربيجاني، ولأنه هجوما إرهابيا لا يمكن أن نقلل من شأنه. وطبعا أذربيجان شهدت العديد من الهجمات على سفاراتها في أوروبا، ومنها في لندن وباريس وعواصم أوروبية أخرى. فهذا الهجوم الإرهابي الخائن الذي أودى بحياة واحد من العاملين في السفارة الأذربيجانية في طهران طبعا سبب بانعدام الثقة بين طهران وباكو، وبطبيعة الحال باكو سحبت العاملين في السفارة إلى أذربيجان مرة أخرى، وعددهم 57 عاملا. وطبعا المسؤولية بالكامل على عاتق الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأن الممثليات الدبلوماسية تحت حماية الدولة المستضيفة، وأعتقد بأن أمن السفارة الأذربيجانية في طهران كان تحت مسؤولية قوات الأمن الإيرانية، ورأينا في المشاهد أن الأمن الإيراني لم يتخذ أي إجراء ليمنع هذه الهجمة على السفارة، وربما حاولوا طمس الحقيقة والقول بأنه خلاف عائلي سبب بفعل شخصي ليس له علاقة بشيء متعلق بالإرهاب. فهذا طبعا لا يمكن القبول به. هم يحاولون إغلاق الملف من خلال فقط إحالة هذا الشخص إلى مستشفى الأمراض العقلية وأنه مختل عقليا، ويجب أن نفهم أبعاد هذا الهجوم ومن قام بالأمر لتنفيذ هذا الهجوم. لا يمكننا أن نصغر حجم هذا العمل الإرهابي ونقزم
نعزمه ونقول بأنه فعلا شخصية ليس لها أبعاد مختلفة. دكتور محمد، بتقديرك هل قامت الحكومة الإيرانية بما يترتب عليها فيما يتعلق بهذا الهجوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخ محمد وإلى ضيفك دكتور أحمد وللمشاهدين. يعني غريبة، سمعت من دكتور أحمد بعض الأمور تتعارض مع الحقائق على الأرض في هذا الحادث. أولا، أن السفارة الأذربيجانية في طهران لديها علم بهذا الشخص القاتل، ولديها علم بالقضية التي حملها هذا الشخص، وهو أن زوجته أذربيجانية وأنها راجعت السفارة واختفت هناك، وبعد ذلك يبدو بأنها هربت مع 2 من أقربائها إلى باكو. وبالتالي هذا الشخص منذ شهر فبراير الماضي لحد الآن هو يراجع السفارة، وهناك قدم بشكوى للقضاء الإيراني، وقدم شكوى أيضا للسفارة الأذربيجانية، وبالتالي القضاء الإيراني لديه علم بهذه القضية، والسفارة الأذربيجانية لدى طهران لديها علم أيضا. وهذا العمل الجنوني الذي يعني فعله الجاني هو فيه ملابسات، وبالتالي الإيرانيون قالوا يعني اهتموا بالأمر بشكل كبير جدا، وقالوا بأنهم حتى أنهم مستعدون لأن يكون هناك وفد أو لجنة من السفارة الأذربيجانية من أجل التحقيق مع المحقق الإيراني لمعرفة ملابسات الحادث. وبالتالي أنا أعتقد حتى زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى المستشفى في ثاني يوم أو في ذات اليوم لتفقد المجروحين، وعمل هناك مؤتمر صحفي في المستشفى وقال الكثير بأن حول هذا الحادث، وبالتالي كانت الحكومة الإيرانية خلال هذا المؤتمر الصحفي دكتور محمد قال يعني عبد اللهيان يجب ألا نسمح لأطراف ثالثة تتذرع بهذا الهجوم بالتسبب بالضرر بالعلاقات بين أذربيجان وإيران. من قصد بالأطراف الثالثة برأيك؟ يعني هناك الكثير من أطراف، ربما تكون إسرائيل أو تكون أوكرانيا أو تكون أي طرف آخر، الولايات المتحدة، هناك الكثير من الأطراف لا تريد للعلاقات الإيرانية الأذربيجانية أن تكون طبيعية على ما يرام. يجب علينا أن نتذكر بأن أصل يعني هناك فتور في العلاقة بين طهران وباكو على خلفية الحرب الأرمينية مع أذربيجان، وبالتالي كان هناك فتور، هناك اتهامات من قبل أذربيجان بأن إيران تساعد أرمينيا، لكن الإيرانيين عملوا بجد وبوضوح مع الأذربيجانيين من أجل إزالة هذه الشكوك وهذا القلق. طيب، وبالتالي عادت الأمور إلى مجاريها، لكن يبدو بأن هناك لازال بعض التراكمات موجودة بين البلدين. الآن هناك إجراءات اتخذتها أذربيجان مثل إغلاق السفارة في طهران، ترحيل المنتسبين إلى أذربيجان، وما عدا أبقت القنصلية الإيرانية في مدينة تبريز، لكن السفارة الأذربيجانية الآن مغلقة في طهران، وقوة ترحيل كل الرعاية. مثل هذا الإجراء يبدو لي بأنه إجراء غير صديق. القنصلية أو السفارة تعرضت هجوم مسلح وقتل مسؤول الأمن. دكتور محمد سأعود إليك. دكتور أحمد، أيضا حادث آخر خلال هذا الأسبوع، السلطات الأذربيجانية أوقفت عشرات الأشخاص في عملية ضد شبكة تتهمها بالتجسس. وفق وزارة الداخلية الأذربيجانية، هؤلاء شاركوا في أنشطة وصفتها بالانفصالية تحت ستار الدين. هل يوجد تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه الأنشطة؟ ما تفضل به ضيفكم الكريم ليس صحيحا، لأن طبعا الهجوم على السفارة الأذربيجانية
حتى لو نظرنا إلى الموضوع من ناحية نظرية، يعني الولايات المتحدة أو إسرائيل أو طرف ثالث لا يستطيع أن ينفذ هجوما في الأراضي الإيرانية، لأن أصلا إيران هي المسؤولة عن تأمين هذه الأماكن. فأوكرانيا مثلا تحدث، يعني لا يمكن لأوكرانيا أن تنفذ هكذا هجوم في الدولة الإيرانية حتى لو كانت متورطة. فالمسؤول الأول والأخير عن حماية القنصليات والسفارات هي الدولة الأذربيجانية. فبالنسبة الحدود الإيرانية الأذربيجانية، الجيش الإيراني قام بثلاثة مناورات حربية على الحدود الأذربيجاني، وكان هناك محاولات لتجاوز الحدود من الطرف الإيراني. ونحن في أذربيجان نرى بأن ذلك تهديدا نحو أذربيجان. فأيضا الرأي العام الأذربيجاني الشبكات التجسس التي تدعمها إيران، هناك طبعا بعض الصحفيين أو بعض الأشخاص الذين يرتدون عباءة المتدينين أو رجال الدين يقومون بعمليات تجسس ضد الدولة الأذربيجانية. فهؤلاء الصحفيون الذين يقومون بعمل التجسس طبعا تم الكشف عن بعضهم، و طبعا الهجوم هذا ليس بالهجوم الأول على السفارة الأذربيجانية، وكان هناك طبعا تحريض من قبل الصحافة الإيرانية ضد أذربيجان. ومثلا حتى في الداخل بالداخل الإيراني كما تعرفون أن الفورس من أصول فورس فارسية يتبعون أيضا خطاب كراهية ضد المواطنين الإيرانيين من أصول أذربيجانية أو تركية. ففي هذا السياق أعتقد بأن هناك محاولات إيرانية للضغط على إيران وتأثير عليها. وهنا طبعا أيضا العلاقات الأذربيجانية الإسرائيلية التي شهدت تطورا في الآونة الأخيرة ربما أيضا تحظى باستياء إيراني كبير، وبهذا السبب إيران تريد أن تقطع العلاقة، تريد أذربيجان أن تقطع علاقتها مع إسرائيل وتضغط عليها من هذا المنطلق. طبعا هذا الهجوم الإرهابي بنهاية المطاف مثل ما قلنا أن المسؤولية على عاتق السلطات الإيرانية، وطبعا نحن كدول أصلا مسلمة يجب أن نحترم بعضنا البعض وأن لا نقوم بمناورات حربية على حدود بعضنا البعض لنوجه رسائل ونخوف بعضنا البعض. نحن كدول صديقة وشقيقة وجيرة، هناك علاقة جيرة بيننا، يجب أن لا نفعل ذلك. دكتور محمد، نناقش الآن شبكة التجسس. يعني عندما نعلم بأن إيران أجرت ثلاث مناورات عسكرية على الحدود مع أذربيجان، لا ينبغي أن نستغرب بأن هناك شبكات تجسس إيرانية تعمل في الداخل الأذربيجاني، أليس كذلك؟ دعني أشير في بداية الأمر قبل أن أتناول هذا السؤال، أنا لم أقل بأن جهات خارجية هي التي قامت بالهجوم أو دفعت بهذا المجنون إلى الهجوم على السفارة الأذربيجانية في طهران ومقتل عنصر أو رئيس الأمن في السفارة. أنا قلت بأن الحادث، وهذا ما دعا إليه حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، دعا إلى عدم إفساح المجال
إلى استغلال جهات أخرى أو طرف ثالث لهذا الحادث من أجل تخريب العلاقة بين باكو وطهران؟ هذا هو السؤال وليس العكس. النقطة الأخرى قضية المناورات. المناورات هناك مشكلة عسكرية ومشكلة حدود وتحديد حدود بين باكو وأرمنستان، وبالتالي الإيرانيون أيضا حتى يعني في المناورات حدثت في وقت القتال بين الجانبين وبين البلدين، وإيران دخلت يعني دخلت طرفا من أجل تقريب وجهات النظر وإنهاء الحرب، وقامت بمساعي مع روسيا وحتى مع تركيا من أجل إنهاء الحرب. والمناورات التي قامت بها إيران هي من أجل استتباب الأمن والوضع، ليس من أجل الهجوم على أرمنستان أو الهجوم على أذربيجان، وإنما من أجل مساعدة الجانبين أولا لعدم انتشار هذه الحرب، لأنه حتى بعض القذائف سقطت في الأراضي الإيرانية، وبالتالي إيران موقفها واضح من الحدود الآذرية الأرمنية الآذرية. وإيران يعني ليست طرفا في هذه الحرب، وإنما هي لا تريد أن تكون هذه الحرب أو تأخذ مدى أكثر، بل بالعكس من ذلك تريد أن يكون هناك أمن واستقرار، لأن أي توتر على هذه الحدود المشتركة الإيرانية الأذرية الأرمنية بالتأكيد يؤثر على الأراضي الإيرانية، وكلنا يعلم بأن هناك الأذريين موجودين في إيران وهناك أذريين موجودين في أذربيجان، وبالتالي هناك علاقات تاريخية كبيرة. لكن دكتور محمد فيما يتعلق بإقليم قرابات تحديدا، يعني الموقف الإيراني هو أقرب للجانب الأرميني. هو ليس كذلك، هو بل الجانب الإيراني هو أراد أن يعني يكون هناك أمن واستقرار على هذه الحدود، سواء كانت أرمينيا، ودعت كثيرا يعني دعت كثيرا من أجل المفاوضات والحوار لحل قضية قرباغ. وحتى في الآونة الأخيرة عندما رجعت قرباغ إلى أذربيجان، إيران كانت هي تعمل من أجل تعزيز هذا الوضع العسكري في الميدان وعدم الاحتكاك أكثر بين أرمنستان وبين أذربيجان، وأنا أعتقد بأن هناك نوع من التهويل. أما فيما يخص يخص العصابات التي تقول أذربيجان بأنها اعتقلتها خلال الأيام الماضية في أذربيجان لأنها كانت تعمل ضد المصالح الآذرية لصالح إيران، يعني أنا أعتقد بأنه إذا كانت هناك رغبة في الصداقة ورغبة في تعزيز الاستقرار بين البلدين الجارين، وهناك علاقات ثقافية وعلاقات تاريخية وسياسية قديمة موجودة بين البلدين، يعني إيران لم تتكلم شيء عندما اعتقلت شخص وهو يحمل الجنسية الأذربيجانية في مدينة شيراز وقتل أكثر من 15 شخص، ولكنها هذا الشخص كان أذربيجاني لكن لم تعمل ضد أذربيجان ولم تقطع العلاقات، وإنما حاولت تسوية الأمر مع أذربيجان لأنها تعتقد بأن هذا الشخص كان من تنظيم داعش حتى وإن كان يحمل الجنسية الأذربيجانية. الآن هذا الشخص المجنون الذي هاجم السفارة الأذربيجانية، يعني هذا الشخص لديه مشكلة، وبالتالي يعني هذه المشكلة كما قلت مشكلة مسجلة في القضاء الإيراني. وضحت الفكرة دكتور محمد، حتى ننتقل من الحديث عن هذه الأحداث للتوسع في الحديث عن العلاقات الأذربيجانية الإيرانية ومستقبل هذه العلاقات في ظل هذا التوتر. دكتور أحمد، عندما نتحدث عن العلاقات الأذربيجانية الأرمينية الأذربيجانية الإيرانية، فإننا نتحدث عن عقود من التوتر وعدم استقرار في العلاقات. ما هي أهم أسباب هذا التوتر في العلاقات بين البلدين؟ أولا فقط تعقيب صغير لزميلي الإيراني، الدولة الأذربيجانية لا تحمل طبعا مسؤولية
مواطنيها أو إذا كانوا إرهابيين مثلا في الخارج، وهي أذربيجان أيضا تنظر إلى هؤلاء بأنهم إرهابيين، ولكن في داخل الأراضي الإيرانية مواطن إيراني عندما يهاجم سفارة أجنبية هذا شيئا مختلفا عما يتفضل به ضيفكم الكريم. يعني مواطن أذربيجاني إذا قام بعمل داخل إيران هذا لا يمكن أن نقارنه بنفس الميزان مع ما حصل ضد السفارة الأذربيجانية. لو كانت مثلا الحكومة الإيرانية اعترفت بأنه هجوما إرهابيا من اللحظة الأولى لما كانت الأمور صعدت لهذا الحد. لو كان هناك الاعتراف بأنه هجوما إرهابيا بدلا من أن اللجوء إلى إحالة هذا الشخص إلى مستشفى الأمراض العقلية كان الأمر ربما ممكن أن نتدارك تداعياته وتفاقم هذه المشكلة. نحن طبعا هذا المواطن الإيراني في طهران وفي داخل إيران هو إرهابي ليس مريض عقلي. فبالنسبة للمناورات كيف يعني أنه يدعمون أذربيجان من خلال مناورات على حدود أذربيجان؟ يعني لم يكن هناك دعوة ولا حتى مرة لأرمينيا بإيقاف الاحتلال ضد أذربيجان، بل كان هناك رسائل للحكومة الأذربيجانية بأن الحدود الأرمينية خط أحمر بالنسبة لإيران. هل هذا مقبول بالنسبة لدولة إسلامية أن تقوم بدعم دولة تربي الخنازير في مساجد دولة أخرى يعني محتلة لأراضيها؟ هل هذا مقبول؟ هل هذا يليق بالإسلام والمسلمين؟ هذا الشيء غير مقبول. لمدة 30 سنة الاحتلال الأرميني لأراضي كاراباغ نحن رأينا التقارب الأرميني الإيراني والمساجد التي كانت توجد في كاراباغ هدمت واستخدمت كاستبل لتربية الخنازير. لم نشعر ولا مرة بالحساسية الإيرانية، ولكن عندما يتم الحديث عن معبر زنجزور الذي سيربط نهجوان بأذربيجان فإيران تقوم بالتصريحات وأنها لا تقبل بهذا الممر. أليس ذلك بغريب؟ هذه الدولة الإسلامية لماذا لا تدعم شقيقتها وجارتها؟ طيب. هذا ليس دعما، هذا تهديدا. باختصار شديد لو سمحت، في ظل التوتر في العلاقات بين البلدين إلى أين تعتقد أن تتجه الأمور باختصار شديد؟ هذا مرتبط بموقف إيران. أنا كان بودي، أنا كنت طبعا أتحدث على الشاشات التلفزة للحديث عن الشأن الإيراني والعلاقات التركية الأذربيجانية الإيرانية. كان يعني بودنا أن نرى بأن هناك إرادة إيرانية حقيقية للمحافظة على هذه العلاقات الجيدة، لأن كما تعرفون أن هناك الملايين من الأذربيجانيين طبعا يحملون الجنسية الإيرانية، ولكن العكس هو صحيح. إيران دائما تحاول التدخل بالشؤون الداخلية الأذربيجانية وبعلاقاتها مع دول الخارج مثل الولايات المتحدة أو إسرائيل. نحن دائما نحترم سيادة إيران ونقبل إيران كدولة شقيقة وصديقة وجارة، وهي حرة في اتخاذ قراراتها الدولية والداخلية، ولكن ننتظر نفس الاحترام من الجانب الإيراني. وضحت الفكرة دكتور أحمد. اسمح لي أن أنتقل إلى الدكتور محمد. دكتور محمد، طبعا تتابع اليوم العالم يعيش صراعات جيوسياسية هي الأكبر والأخطر منذ انتهاء
الحرب العالمية الثانية في أوروبا، شرق آسيا، في أكثر من بقعة. هذه الصراعات كيف يمكن أن تؤثر على هذا الصراع أو التوتر إنجاز التعبير؟ بمعنى آخر، ما هو سقف هذا التوتر بين البلدين؟ يعني أنا لا أعتقد، يعني ما سمعته من الدكتور أحمد، يعني فيه نوع من التحريض غير مبرر، وبالتالي بعض الأمور التي ذكرها هي غير دقيقة. وأنا أعتقد بأن عندما ذكرت بأن هذا الشخص الذي هاجم ليحمل الجنسية الآذرية عندما هاجم مسجدا دينيا في مدينة شيراز وقتل 15 شخصا، أنا أعتقد بأن إيران لم تتهم أذربيجان بالوقوف وراء الحادث، وكان واضحا بأن إيران استوعبت الأمر ولم تتهم الحكومة ولم تقل بأن هذا، لكن لو كان الهجوم على السفارة الإيرانية لكان الموقف طهران مختلفا دكتور، أليس كذلك؟ أبدا، كان موقفا جادا جدا من أجل عدم تصعيد هذا الأمر، لكن مع الأسف الشديد الحكومة الآذرية من اللحظة الأولى، الرئيس علييف من اللحظة الأولى، أنا سمعته بشكل مباشر، من اللحظة الأولى قال هذه عملية إرهابية. بعد لم يتحقق أي شيء، لم يتبين أي شيء، قال هذه قضية إرهابية واتهم الحكومة الإيرانية وراء ذلك. أنا أعتقد هذا الوضع العام في المنطقة وهذه العلاقات الموجودة بين إيران وأذربيجان، سواء في بحر قزوين، في غير بحر قزوين، العلاقات الثقافية، أنا أعتقد بأن أمام الحكومتين الإيرانية والأذربيجانية أمامهم مسار واحد ليس غيره. شكرا جزيلا لك، أسف على المقاطعة دكتور أدركنا من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صدقيان، ومن باكو رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان الدكتور أحمد شاهدوف. في ختام هذه الحلقة شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.